صبحكم الله بالخير. العادة فعالياتنا تبدأ العصرية، بس اليوم جايين ضيوف غير اليوم في اي بي، فقلنا ندلعهم سلم وصبيطي. ما شاء الله تبارك الرحمن. وبنستفتح. الله الله، هذه استفتاحية الديوانية سعد. الله الله، كرمك الله. خير ابو صالح. نضبط القهوة وبعدها نسوي مندي سميكات إن شاء الله. استفتحنا كيكتنا، متأخرة لكن يلا يلا عادي. هذه ما حد يجي، هذه تبعي. تم. يلا صحة وهنا. عطنا دولة. كالمعتاد قبل لا ندخل السمك في التنور إن شاء الله بنتبله تتبيلتنا المعتادة، بس هالمرة ما عندنا شحم عشان نحطه على السمك، فزيت زيتون وبابريكا وثوم وفلفل أسود وملح. بسم الله. من جهتين أمور إن شاء الله طيبة. شغلة ضرورية اللي يبغى يحفظ السمك بالفريزر ويكون بشكل شرايح، لو تلاحظون الشريحة عندنا هنا ما شاء الله شوفوا كيف مقطوعة، يعني زي المسطرة. ليش؟ لأن السمك هذا الصبيطي أول ما طلعته، أول ما يعني انصاد تمام وحصدناه، نظفته وجمدته، بعد 3 أيام أو 4 أيام بالمنشار الكهربائي قصينا شرايح، فعشان كذا الشريحة تجيك مضبوطة وماسكة نفسها. شوفوا كيف واضحة وبياض السمك. فاللي يبغى يفرزن سمك ويكون مقطوع بطريقة كويسة، نقطة مهمة دائما تجيني عليها استفسارات، اللي يبغى يفرزن السمك هل ينظفه ولا ما ينظفه؟ تمام؟ جميل. الواحد اللي يشتري سمك طازج أفضل حاجة له إذا أنه السمك بيجلس معاه أقل من شهر عادي تقدر تنظفه وتحطه في الفريزر، بس أهم شيء يكون الفريزر ما عليه استخدام كثير، يعني مش الفريزر اللي فوق الثلاجة كل يوم ينفتح ويتقفل، فبالتالي تقل درجة الحرارة، وتزيد درجة الحرارة فبالتالي السمك حتقل عليه البرودة، يبدأ تتكون عليه بلورات ثلج ويطلع فيه ريحة. أما إذا كنت بتفرزن السمك أكثر من شهر، الأفضل أنك ما تنظفه وتكيسه زي ما هو وتحطه في الفريزر، ويكون على الفريزر اللي ما عليه استخدام كثير. ويلا على فرن المندي. نكمل باقي اليوم. عندنا صيانة للكرسي حق المندي، بدأ يترقرق من كثر المنديات الحمد لله، فعاد استخدمنا الشبك هذا وبنرص عليه سميكاتنا. بنوريكم الشكل النهائي بعد شوي. بسم الله. نقول بسم الله. بدأ الزيت ينقط على الجمر وهو بيعطينا نكهة التدخين. كم دقيقة أبو حسن؟ 35 دقيقة. السلم تقمر. ما شاء الله. شوف سبحان الله. السلم لأن كمية الدهون فيه كثيرة، شوفوا كيف تقمر زيادة. يلا 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 يلا. بسم الله. لوحتنا الفنية خلصت، ولو تلاحظون ما احنا حاطين فلتر. السلم تقمر شوي، المفروض احنا قاعد 40 دقيقة، المفروض خليناه 30 دقيقة،
فنيجي نجرب الصبيطي. ما شاء الله اللي يشوفه يقول مقلي. شو الفص؟ افتح بقك بالعافية. ها كيف؟ الله يعافيك تسلم يدينك. شو السلمون؟ ما شاء الله. يلا